سارة محمد، قريبة محمد سلطان. اوكي، مبدئيا المؤتمر النهارده معمول بالاخص عشان تضامن مع المضربين عن الطعام في السجون المصريه، مترمزه في شكل عبد الله الشامي ومحمد سلطان. هما مضربين بقى لهم اكتر من 120 يوم اضراب كامل عن الطعام. الموضوع بدأ لما الدكتورة ليلى سويف وعيد سيف الدولة أعلنوا إضرابهم الكامل عن الطعام بسبب تدهور حالتهم الصحية جوه المعتقل، وكنوع من أنواع دعم قضية المضربين والمعتقلين السياسيين بشكل عام في السجون. محمد طول عمره عايش في أمريكا. اوكي، محمد اصلا درس هناك، وهو سبب الوحيد لنزوله مصر. هو بس المشكله انه تقاطع في الوقت اللي حصل فيه زخم سياسي. محمد كان نازل بالاصل عشان والدته عندها كانسر وكانت بتتعالج هنا في القصر العيني، وكان ونظرا لان طول المده في العلاج الكيماوي كاي حد مصاب بالكانسر، محمد اشتغل هنا في مصر. وتصادف برضو ان باباه هو احد الناس اللي بيشتغلوا في وزاره الاوقاف في عهد مرسي، فلما الامن جه عشان يقبض على والده لانه من ضمن المطلوبين لقوا محمد، فكان نوع من انواع الضغط على والده، قبضوا عليه وقبضوا على اصحابه كمان اللي كانوا مع محمد في البيت. لكن محمد ملوش اي توجه سياسي، محمد طول عمره عايش في امريكا وحياته في امريكا. فهو محمد بالاصل معتقل سياسي، كان نوع من انواع الضغط على والده لانه ساعتها ما كانش اتقبض عليه، فكان نوع من انواع الضغط عليه لتسليم نفسه. محمد كان في الاول اتنقل ما بين السجون، وبعدين هو راح استقبال ترى، ولما الوضع الصحي بتاعه تدهور جدا اتنقل الليمان ترى. مش كده، كمان جابوا والده، كان مسجون في العقرب، جابوا والده قعدوا معاه في نفس الزنزانه. كان نوع من انواع الضغط عليه، كان نوع من انواع الضغط النفسي على محمد انه باباك والوضع الصحي كامل ليه مش تمام. اخر زياره محمد التحاليل الطبيه بتاعته كانت بتقول ان السكر بتاعه 34 وسيوله الدم عنده 8، ما يعني انه محمد لو تعرض لاي خدشه او لاي حاجه ممكن يودي بنزيف لحد موت. محمد ما بيتحركش طبعا خالص، بسبب يعني صحته هلكت خالص بسبب الاضراب، بقاله 128 يوم. ومحمد مضرب عن الاضراب كامل عن الطعام من يوم 26/1/2014. بس محمد كان بيتضرب، محمد كان عنده اهمال طبي جسيم. زي ما كنت حكيت، محمد اتعملت له عمليه جراحيه كامله في كتفه بمعالق بلاستيك. هو كان عنده مفروض اليوم التالي اليوم اعتقاله كان هيعمل عملية، لأنه كان عنده جرح مفتوح، وبسبب التعرض كأي معتقل بيخش السجن لازم التشريفة اللي في الأول، وانتقاله ما بين السجون تسبب أنه حصل زي تورم أو انفكشن في دراعه بسبب الجرح اللي في إيده، مما تسبب أنه خلوا بسبب الإهمال الطبي وان هم رفضوا يدخلوا له الادويه. اصحابه قعدوا فوقيه عشان ما يتحركش وهو بيعملوا عمليه، وكان في دكتور تصادف ان معاه دكتور في الزنزانه شالوا له الصديد والورم اللي في ايده بمعلق بلاستيك. لحد دلوقتي محمد حالته صحيه متهوره وايده مش متعالجه. ما فيش تواصل بين مجلس القومي لحقوق الانسان بيننا وبينهم. احنا اكتشفنا لما قالوا ان هم محتاجين يطمنوا على الوضع الصحي لعبد الله واللي محمد في المعتقل، واحنا لحد دلوقتي ما شفناش منهم اي حاجه خالص. يعني هم قالوا ان هم جابوا تصريح ان هم المفروض يروح يزوروا. انا شايفه انه بعد الكلمه اللي استاذ كمال عباس قالها في المؤتمر ومن كلام المترامي من جورج اسحاق، انا شايفه ان ده تباطؤ للغايه، وان احنا بنحملهم المسؤوليه. انا بعد الكلام اللي هم قالوه النهارده في المؤتمر بحملهم المسؤوليه الكامله مع وزاره الداخليه ومساعد وزير الداخليه وكل المسؤولين على راس هذا البلد، انه لو حصل لهم اي حاجه في رقبتهم.